في تاريخ يشهد، هل يتم انتخاب الرئيس في جلسة 8 شباط؟ هل يشهد ملف سماحة بعض التطورات المفاجئة؟ ما هي؟ ما هو الحدث الذي سيجمع جماهير التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية في الشارع يدا بيد؟ ملف النفايات ينتهي وملف الكهرباء يبدأ، كيف؟ احتجاجات وتظاهرات في مناطق لبنانية عدة، اللواء عباس إبراهيم يتصدر الحدث والعميد عماد عثمان في إنجاز يسبق الحدث، لماذا؟ حدث يجمع السيد والجنرال والحكيم، ما هو؟ الاحتفالات تعم مناطق الجنوب، لماذا؟ وما هو الحدث؟ ثلاث مفاجآت كبيرة في سوريا ويبدأ معها الحل، ما هي؟ هل تصل هيلاري كلينتون إلى البيت الأبيض خلفاً للرئيس أوباما أم من؟ من هي الدولة التي ستفوز بكأس أوروبا 2016؟ ليلى عبد اللطيف مع رجا نصر الدين، الأحد 31 الشهر، مباشرة بعد الأخبار على الـ LBCI والـ LDC.